الله وعلى بركة الله متابعينا حفلنا الكريم ينطلق الشوط الأول للقاية للمسافة 3 كيلومترات ضمن هذه التحديات. نسير ونندفع مع أول الأسماء ومع أول الانطلاقات. أجد سراب على مقدمة الشوط، علي بن سليم بن يعروف الزرعي يتواجد مع مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتواجد هنا شواهين مازن بن خليفة بن خميس الهاشمي يقدمها بن عويمر مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت سمحة علي بن سالم بن سعيد الهاشمي يا بن ضور مع المركز الثاني في هذه اللحظات. وصلت الشايبة مع المركز الرابع، منذر بن حمد بن سالم الهاشمي يتقدم مع رابع الأسماء. والمركز الخامس الشاهنية محمد بن سليمان بن سالم المدهوشي. ناخذ الأسماء وناخذ الشعارات المشاركة في هذا الشوط، ونعود مع البداية ونعود مع الاندفاع مع سمحة وانطلاقة سمحة على المركز الأول وعلى الاندفاع الأول. هناك علي بن سالم بن سعيد الهاشمي يتقدم على البداية ويسيطر على هذا الشوط، شوط اللقاية متمسك. هناك سمحة على المقدمة وعلى الاندفاع الأول، بينما المركز الثاني وصلت هنا شواهين في ثاني المراكز مع مازن بن خليفة بن خميس الهاشمي يتقدم مع اندفاعة شواهين على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك أيضا الشاهنية محمد بن سليمان بن سالم المدهوشي. وصلت هنا الدخول من مغامرة أحد الأسماء المميزة مع المركز الرابع، مغامرة حميد بن علي بن حميد الهاشمي مولع على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك سراب علي بن سليم بن يعروف الزرعي، ولكن العودة مع سمحة واندفاعة سمحة على البداية وعلى المقدمة. سمحة هناك مسيطرة على المركز الأول، بن ضور مسيطر، أبو سالم متقدم مع سمحة واندفاعة سمحة. يا سلام الكيلو والمتر الأخير، الكيلو الخطير، شوط اللقاية الشوط الرئيسي. سمحة 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 وشواهين غيرت واندفعت. شواهين بن عويمر هناك أيضا يتقدم مازن بن خليفة بن عويمر الهاشمي، يقدم لنا شواهين على البداية والمقدمة. وهناك الحضور أيضا من الشاهنية محمد بن سليمان بن سالم الهاشمي، ولكن البداية مع بن عويمر، المقدمة مع بن عويمر. راح بن عويمر مع شواهين وانطلاقة شواهين نايفة على البداية وعلى المقدمة. سلام بن عويمر سلام يا مازن بن خليفة بن خميس الهاشمي. الشوط الرئيسي، شوط اللقاية يظفر به بن عويمر. تهانينا والناموس مازن بن خليفة بن عويمر الهاشمي على فوز شواهين بالمركز الأول. المركز الثاني، هناك التواجد من مغامرة حميد بن علي بن حميد الهاشمي. والمركز الثالث الشاهنية محمد بن سليمان بن سالم المدهوشي. المركز الرابع سمحة علي بن سالم بن سعيد الهاشمي. والمركز الخامس مسكته حمود بن سالم بن عامر العمري. التوقيت 4:22 توقيت مميز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.